كما تشاهدون أصدقائي الكرام، حاليا مجمع 7000 نقطة كما تشاهدون. فرح نذهب إلى هذا الخانة ونسحب نصف دولار باير، فرح نضغط على الباير هكذا، ثم رح نضيف رقم المحفظة الخاصة بنا هنا ضغط مطولة. بعد ذلك رح نختار 6000 نقطة وهي نصف دولار، نضغط هكذا ثم ريديم ناو. وبذلك أصدقائي الكرام في قيد المعالجة. بعد انتظار يومين تقريبا تم وصول السحب بدون اي مشاكل، فرح نضغط على هذا الخانة ثم الى السجل. وكما تشاهدون اصدقائي الكرام تم وصول السحب نصف دولار الى محفظة الباير سكسفول ريفيو، يعني تم وصول السحب بدون اي مشاكل. فرح نذهب اصدقائي الكرام الى هذا الخانة، وكما تشاهدون نصف دولار باير تم وصوله بكل سهولة جيم كاش. فلا تقصروا معي بوضع لايك وتشاركوا هذا المقطع في كل مكان لكي تعمل مفيد على الجميع، بارك الله فيكم. فرح تجدون رابط شرح مفصل للتطبيق أسفل الفيديو في الوصف وفي أول تعليق مثبت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.